rompemos el culo y eso sale pa' solo. Wow, eres tan feo, loco, yo esa sol. لك كيفك؟ شو أخبارك؟ أنا كتير منيحة. شو جاي لحالك؟ وين زوجك؟ ليش ما إجا؟ هو برا المدينة لأنه عنده حالة طارئة. بسطت كتير إني شفتك. انظري في عمق عيني وتعالي إلى روحي. في 10 منهم. شو؟ 10 طفايات حريق وفي مخرجين للطوارئ. وليش عم تعطيني هالمعلومات؟ لأنك شعلتي الحفلة من لما وصلتي، فقلت بدور على وسائل النجاة. إذا كنت بتخاف هالقد من النار خليك بعيد. بس فهميني، ليش دائماً بتحكي عن البعد؟ لأني متزوجة، أنت على طول بتنسى هالشي. طيب لقيت لك الحل، أنا رايح لعند المسبح. ليش؟ لأنه المي بتطفي النار. رجاء اطلعي لعندي حتى لو لفترة قصيرة. ما رح اجي. لا رح تجي. شو هالثقة هاي؟ طبعا لأنك دكتورة وأكيد رح تجي لتنقذيني، مو هيك؟ بيجي حدا وبيشوفنا لهذا السبب. ولأنه هاي اللحظة ما بتتكرر، خلينا نستغلها هلا. لا، لازم روح. أنا بحب زوجي كتير. بعد بسينك الجني دلكي حالت صبح الجني. اب جنوحت سے بر چلا ہے اب طبیعت بے حال چلی ہے. Thank you.
خلينا نرجع على الحفلة. لا ترجعي لحظة. طيب نروح على البيت وبشو رح تفهم؟ أنا بدي إياكي تكوني معي. بكل مكان وبكل وقت وحتى هون إذا بدك. خلينا نروح على بيتي. دكتورة غرفة ايه؟ العمليات جاهزة. حجرب والدها طبيعي بس خليكن جاهزين لأي طارئ. يا دكتورة مرتي منيحة؟ ايه منيحة. فحصوا مؤشرات الحيوية على السريع. حاضر. كيف صارت مرتي؟ ألف مبروك أستاذ سينغ، إجاك بنت وصحتها منيحة كتير. ألف مبروك. شكرا. أهلين. حبيبي لا أحلى وأرق مرة بحياتي. أنا آسفة حبيبي، حضرت لي شغلات كتير حلوة وأنا خربت عليك خططك كلها. آسفة حبيبي، بس بتعرف شغلة؟ رح أعوضك عن هالليلة. أنا بوعدك. عيد زواج سعيد حبيبي. شكراً ماما. بدك ابنك؟ عم يتحمم، بقله يحكي معك بس يطلع. ايه طبعا اكيد. ماشي ماما، باي باي. عيد زواج سعيد حبي. شو معصب مني؟ احكي لك كلمة. تعال عندي.
واو، شو هالغلاظة هاي؟ البيس هاد شو القصة؟ وشك منور؟ قلي شو سر هالجمال؟ النوم بكير حبيبتي، نامي منيح ايه؟ فهمت، انت معصب مني. لا ابدا، بليلة عيد زواجي انتي نيمتيني بكير مثل الولد الشاطر، واللي بينام بكير بينور وشه. حاجتك بقى كونال، كان عندي حالة طارئة واضطريت. خلاص ما بدي اسمع تبريرات، انا طلبت ليلة رومانسية واحدة وانتي نزعتيها. طيب ومين قال انه الرومانسية بس بالليل؟ خليها بالنهار، انا بكون هون بالنهار، ومنعزم براميلا وستي كمان، واذا بدك منقول لماما. لك حذير، شو طلعت ستي حاسة على كل شي وعرفانة شو عم نعمل. عم تخففي دم؟ ايه مزاجي رايق اليوم، بس انت معصب ومو عرفاني شو اعمل. طيب ماشي، خليك متضايق. ليش حتى ما روح؟ انا نازلة على المستشفى. بشو عم تفكري؟ إنه أنت لازم تاخد بركة ستك وأمك. أمك اتصلت فيني. أنت هيك عم تفكري؟ ليش شو لازم فكر؟ فكرت إنه مرتي الحلوة رح تدللني بعد ما تركتني لحالي مبارح. دللك؟ كيف؟ مثلاً تبوسني من هون أول شي، وبعدين من هون، ومن هون، وبعدين. اللي لشوف وين هديتي. أي هدية؟ ما تتزاكى علي، وين هديتي؟ ما كان عندي وقت لأطلع من البيت. كونال بعرف إنك ما بتنساها. وينك؟ لا لا خلاص. لو سمحت كونال هاتا. خلاص بقى. كونال شو هاد؟ أنا جرحته وورم شوي. واخدت إبرة كزاز بعدها؟ بتضل مهمل. هات إيدك. خاتم الزواج ما كفاني، وممكن كتير إنه يضيع، بس هلأ اسمك هو خاتمي الأبدي. أكيد توجعت كتير. حبيبتي ليش مو كل يوم تطبخي لي هيك؟ كرمال ما يطلع لك كرش، عرفت ليش؟ بتعرفي شو؟ أنا بحلى أكتر إذا بسمن شوي، شوفي. إيه بتحلى كتير، لهيك لازم تدير بالك على أكلك مشان ما تاخدك مني شي وحدة. دويني لشوف. بتجنن. ناقصة ملح شي؟ ايه شوي صغيرة. ايه صح، وينه؟ شو؟ فهمتي علي؟ الرز بحليب الطيب اللي بتعمليه بعيد ميلاد رفيقتك.
بالبراد. بالبراد؟ خليني دوقه. بجنن. حبيبتي اليوم لازم تقولي لي شو اسم رفيقتك. شبك شو صار لك؟ انا منيحه، خليني لمون. شو بصير لك كل ما اسالك عن اسم رفيقتك؟ انت بتحبيها كثير بس مع هيك؟ قولي لي شو صاير بيناتكم؟ كونال اللي صار صار وخلص، رجاء لا تذكرني. اذا كانت مبسوطه هالشي بكفيني. بس ما بكفيني وبدي اعرف. لو سمحت حبيبي لا تعند، صداقتي انا وياها انتهت وما بدي اتذكر الماضي لانه بيقهرني وبيعذبني. تعالي ما تبكي. بالمناسبة دقتي الرز بحليب تبع عيد ميلاد رفيقتك؟ لا. طيب مو هيك؟ بسرعة. كون ذكي واسألها كتير. صحيح رفيقتك المجهولة. المجهولة؟ ايه هي رفيقتك يلي ما بتذكري اسمها. حلوة مثلك يا ترى ولا أنت أحلى؟ شكراً على هالمجاملة الراقية. إيه رفيقتي هي حلوة كتير وناعمة، بس على فكرة هي عكسي تماماً. أنا بلبس جينز وهي ما بتلبس غير الساري. والحقيقة الساري كتير بيلبق لها. قصدك جمالها هندي تقليدي، ساري مع أساور. ايه ساري وأساور ونقطة الجبين كمان، حلقات كبيرة وحلوة. طيب طالما ما بتشبهوا بعضكم كيف صرتوا رفقات؟ لأنه المختلفين بينجذبوا لبعض مثلنا نحن. خياراتنا مو متشابهة أبدا بصراحة. كونال هي بتشبهك تماما على فكرة، لطيفة. بتعرف كنا نجن وننبسط سوا كل الوقت وكل يوم عنا مغامرة. كانت أساورها كل الوقت ترن. كونال لو أنك تعرفت عليها قبل ما تعرفني كنت أكيد تزوجتها. ايه وبعدين بكسر لقلبها. ليش؟ لأنه من بعدها كنت رح أعرفك وأوقع بحبك وغرامك وما رح أقدر أعيش من دونك أبدا، لأنك حبي الوحيد. ولما تلاقي العسل بتنسى الحلو والسكر. تعال استني اسمعي شوي. هالبنت الهندية التقليدية لا اسم ولا وقت بدي أحكي عنها بقول المجهولة. طالما علاقتنا مقطوعة ليش لتعرف اسمها؟ خلص شيلنا من هالسيرة. تعال المكان حلو كتير. سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. ليكي مولي تخيلي نشوف رفيقتك المجهولة هون. بلا غلاظة، شو ما في غيرها بالدنيا عيد ميلاده اليوم؟ ما بتعرفي كل شي بيصير. مو معقول. سنة حلوة يا جميل
سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة حبيبتي ناندين، سنة حلوة يا جميل. بس اوعك تاكلي كتير، لازم تنتبهي على جسمك منيح لأنه أحلى شي فيكي. كونال شبك بشو صافي؟ انت بتعرفي اني فضولي كتير، عم بتخيل نشوف رفيقتك. مو معقول هي بمومباي؟ هالشي مستحيل، ما بتوقع انها تطلع من لاكنو. امرأة كذا سنة بتكون تغيرت. ما حدا بيتغير. واو شامبانيا. عيد زواج سعيد مدام. شكرا لك. شكرا حبيبي. صحة وهنا. واو كتير حلو. من جديد اجيتي على مومباي؟ صار عندك رفقات؟ الحقيقة تعرفت على كتير ناس بس ما فيني سميهم رفقاتي. بكل الأحوال بهذا الزمن صعب تكوني صداقات، صداقات الطفولة حقيقية. لأنها صادقة وكتير عميقة وما في شي بالدنيا بيعوضك عنا. عظيم حكيك كتير حلو، ما حدا بيقدر يعوض رفيق الطفولة، عن جد معك حق. تمام استاذ، اكيد على اتفاقنا، ما تقلق. انت كتير رومانسي كونال. ايه بس ما عم بقدر كون رومانسي بالدرجة اللي بحبها. بتعرفي إنه حياتنا سوا ما خففت حبي؟ بالعكس تماما. بتعرفي شغلة؟ أنا حابب إني أنصح كل العزابية. شو النصيحة؟ إنه ما يتزوجوا. ما يتزوجوا؟ لأنه إذا كان في بنت حلوة وكانت فوقها زوجة منيحة وطبيبة كتير ناجحة وكنة ظريفة وإنسانة صالحة لدرجة بتحسس اللي معها إنه مقصر، فهي بنت واحدة ما في غيرها، وأنا اللي لقيتها هن مستحيل يلاقوا مثلها. بتمنى لكم يوم حلو، إذا لقيتوا بنت مثل مولي تزوجوها فورا. صحتك مولي، عقبال عيد زواجنا الخمسين. كيلي نانديني، آسفة.
بلاهم تصرفاتك الغبية. عملت هي الحفلة كرمال الزباين، بقى لا تفضحيني قدامهم، وبعدين بدك ترجعي معي على البيت. كلي هلأ. عادي حبيبتي. عفواً، نحن ما طلبنا هذا الكيك، كونار؟ لا، هذا الكيك ما هو جزء من خطتي. أستاذ صحاب عيد الميلاد عطونا هذا الجاتو وطلبوا منا نوزعه على الطاولة. واو، قديش ظراف. خلينا نقوم نعايدهم. طيب، بس لنتعشى بالأول، هلأ بيبرد الأكل. فكرة حلوة. بسطنا كتير الحفلة. حلوة. شكراً كتير إليك. شكراً سيا جوبتا، أنت حدد لنا موعد ومنلتقى، وأنا ببقى بخبرك بخطط ومشاريع المختبر. تفضل تعال عندي على العشاء، نحن انتقلنا على بيت جديد من فترة قصيرة. ايه بتشرف، إذا العشاء من تحت إيدين المدام فأنا رح إجي أكيد. ايه طبعاً، الحقيقة أنا عنديني طبخاتها كتير طيبة، تعالوا دوقن. كتير حابب إني دوق. بالمناسبة راجديب، أنت رجال كتير محظوظ لأنك قدرت تلاقي مرة بهالجمال هاد وطباخة شاطرة بنفس الوقت. بتشرف أكيد. شكراً أستاذ. قومي خلينا نعايدهم أول. تفضل سيد جوبتا، خليني وصلك. يلا حبيبتي. لو سمحت، وين راحوا الجماعة؟ مدام هلأ خلصوا الحفلة وراحوا. طيب مو مشكلة، خلينا نروح. كنا لأنا تعباني، روح جيب السيارة لهون. طيب استني برا، أنا رح جيب السيارة واجي. ماشي. شكراً على الحفلة. شكراً، شرفنا بحضورك. شرف إلنا. انبسطت كتير إني إجيت. شكراً سيد جوبتا، شرفتنا. شكراً كتير على حضورك. الشكر إلك على الحفلة الحلوة راجديب. طيب، عيد ميلاد سعيد مرة تانية مدام نانديني. طيب راجديب، منشوف إذا رح نلتقى مرة تانية. سيد جوبتا أنا آسف. أخي، ممكن تدلني كيف بروح على أنديري من هذا الطريق
ولا من هذا الطريق، أنا مو من المدينة. أنديري بعيدة كتير من هون، في موقف باصات هنيك، اطلعي بالباص رقم 53، هذا رح يوصلك على أنديري. كونال، صار لي زمان ناطرتك حبيبي، وين كنت؟ آسف مولي، بس الحقيقة في بنت طلعت فجأة قدام سيارتي، ولبين ما استوعبت اللي صار كانت اختفت. وما كانوا رجليها التنتين شمال كونال؟ بتمنى ما يكون عم يتهيأ لك الموضوع. شوفي هاي، تركت لي وراها ذكرى وراحت. نانديني؟ ما بدي تشلحيها من ايدك ابدا. وعد ما رح اشلحها. مولي انت منيحة؟ مولي الله يبارك فيكي. تفضل يسلم هالإيدين. أحلى عشاء، نظرات عيونهم بتضل فاضحتهم دايما. عجلنا بيلا بعض، صحة الجميع. هاشتاج الزواج المثالي. صحتكم. شكرا. كونال تعال معي، خلينا نشرب شيء. ايه طبعا تفضل يلا. تعالي معي. على فكرة بيتك كتير حلو، عشان ياخذ العقل. شكرا كتير. شمبانيا. بيتك بياخذ العقل، عن جد الله يهنيكي. تسلميلي. هالبيت كان مثل الحلم. يسلموا حبيبتي. ايه فعلا بيت الاحلام، نادرا ما يقدر الواحد يحصل على هيك بيت. تعبنا كتير لقدرنا. لازم نتعب لحتى نحقق احلامنا. وشو مشان التخلي عنهم؟ انت استقلت مو؟ ايه استقلت. بصراحة عملت هيك لانه قررت افتح عيادتي الخاصة قريبا جدا. بصد التهينا بالشغل ونسينا نفكر بحالنا، ما عاد فضينا لبعض. تحقيق الأحلام بده وقت وجهد كبير، وبال2018 رح نفتح عيادتنا الخاصة. شباب شاركونا الفرحة بصحة مرتي كمان يلي بتوقف معي بكل الظروف. أكيد. خليني ورجيك البيت. يلا تعال كونال. تعال يلا. معنا شرفوا. فوق موجودين غرف النوم. نحكي بعدين،
مرحبا. أهلين نيليش. مرحبا، كيفك؟ صديقي أنا منيح وإنتو؟ مناح، كيف أمرتك؟ وين نيها؟ هي بالبيت لأنها مرضانة شوي. بالإذن منكم ليك عم تتصل. انبصوا انبصوا منشوفك. مولي تعالي صعديني بالمطبخ فورا. ايه ونحن شو بدنا نعمل؟ بدنا نشرب. شروتي خليني أعمل شي تاني، أنا خايفة على ضيوفك يصير لهم شي عن جد، لأنه رح يأكلوا أصابيعي مع هالأكل. يو مشان هيك كان اختصاصك الجلي وقت كنا بالجامعة. ما تذكريني، كان ظهري ينكسر من هالشغل. طيب انقعي الرز وأخيرا خدي هدول. نيها. أهلين نيها، طمنيني عنك. ايه قلنا نيليش انك مريضة. ايه هو هون بس بظن معه اتصال لهيك خطه مشغول. خلص رح قله يدقلك اول ما يخلص، رح اقول لنيليش يتصل فيها. حلو كتير، طلبنا من الصين. استني مولي، ها لوين رايحة؟ مو لمحل، اتصلت فيني نيها وبدها تحكي مع نيليش، لو سمحت قله يحاكيها. ايه فورا رايح. يلا رحبوا عليكي. طيب برجع بحاكيكي، وأنا كمان بحبك. هاي كانت نيها، صارت أحسن هلأ. ليش أنت مو كنت عم تحكي معها من نص ساعة؟ ايه أنا كنت عم سليها شوي. حرام. ماشي بشوفك. بعرف أنك كنت عم تحكي مع واحدة تانية. عفواً؟ وشو اللي مخليك متأكد؟ لأنه نيها صار لنص ساعة عم تحاول توصل لك، بس طبعاً موبايلك مشغول، فاضطرت تتصل بمولي لحتى تقلك رجع حاكيها. معناتها هي اتصلت أول شي بمولي وبعدين اتصلت فيني، بصير هيك شي عادي. لكني ليش حاجة تلف وتدور؟ واضح أنك عم تخونها لمرتك. أنت شو قصتك قلي؟ بصراحة أنا عشقان وحدة تانية كونان. أنا بطلت حبها لنيها. شو هالتخبيص هاد؟ شو نسيت إنه نيها مرتك؟ بس ما عادت حبيتها أخي. معقول أنت بتقدر تقول بحبك لوحدة تانية؟ إذا عندك مشكلة بعلاقتك معها حلها، أنت لازم تحلها، لأنه هاي مرتك. وإذا كانت مرتي يعني بتضل ملتهية ومشغولة، لهيك أنا كمان انشغلت مع واحدة تانية. بس هيك هي انشغلت قمت انشغلت مثلها؟ نيليش هذا زواج مو لعبة، ما بيحق لك تخونها بهاي البساطة، مفهوم؟ ومين أنت لحتى تعلمني كيف أتصرف؟ هاي حياتي أنا وراح أعيشها مثل ما بدي أنا. أنا بكون رفيقك، إذا بتمشي بطريق غلط أكيد رح واقف بوشك وواعيك. لك نيليش الزواج مانو لعبة صدقني. لك فكر بنيها شو بيكون. وإنت ليش حامل همك هالقد؟ هاي المرة ما عندها ثانية واحدة لحتى تقدمها لزوجها يا أخي. ليش فشل هالزواج مسؤوليتي؟ مثل ما أنه مسؤوليتي فهو مسؤوليتها كمان. شبكون يا جماعة؟ شوفي ليش عم تتخانقوا؟ بما أنك عملت هالضجة ليش سكتت هلأ؟ احكي لهم كل شي يا جماعة. أنا ونيها انتهى زواجنا. وبصراحة أنا بحب واحدة تانية. بس ليش؟ بس نيها بتحبك وهي زوجة مثالية. كيف مثالية؟ هي ما عندها ولا لحظة واحدة تقضيها معي، يا بشغلة يا مع الأولاد. أما أنا آخر حدا بتفكر تعطيه من وقتها. تحملتها كتير وما عاد فيني أتحمل. بس يعني ليش أنت بتعرف من الأول إنها دكتورة مو هيك؟ ها هي حياة الدكاترة صعبة كتير وكلها ضغوطات ومنضل مشغولين. وبيصيروا مرضاكي محور حياتك؟ يعني لازم أمرض وأتعب لحتى تهتم فيني؟ والشغل مو السبب الوحيد، ما تنسي إنه عندها كمان شغل البيت وتربية الأولاد. أما أنا ما عندها وقت أو رغبة لتهتم فيني. بس هاد بيتك وهدول أولادك كمان يعني ليش،
ونيها عم تشتغل كل هذا الشغل مشان تحسن مستوى معيشتكم ومعيشة أولادكم. وأنا مطالب منها أي شيء يا أختي. أنا بدي شريكي لحياتي تحب إن تقضي وقت معي. وأنت شو عرفك إن مو حابة تقضي وقت معك أو تهتم فيك؟ ابقى روحي شوفيها بالبيت، بتضل متوترة وضايجة وحايصة مثل المجانين، ما عم تلحق بين شغلها وبين واجباتها كزوجة. حلو كتير، المفروض إنها تركض بالبيت والعيادة وورا الأولاد، وما لازم تكون مشغولة أو تغلط أي غلطة، لأنه زوجها رح يتركها ويركض فوراً ورا مرة تانية. عن جد هالسبب مبرر قوي لأنك تخونها. هاش تحكي مولي، أنت ما عم تدافع عنيها، عم تدافع عن حالك. نليش ما تدخل مولي بالموضوع. ليش مولي مو مشغولة مثل نيها ولا أنا غلطان؟ خلصنا بقى، انتبه، أنا ومولي كتير مناح وحياتنا مختلفة عن حياتك، فهمت؟ ماشي، الكل بيفكر هيك، بس الحقيقة بتوجع كتير، لهيك منسكر عيوننا عنها ومنصير نتجاهلها، لأنه حياتنا مع الكذب بتصير أحلى. مبين من صوتك إنك مانك مرتاح. وإنت يا مولي ما رح تفهمي موقفي هلأ نهائياً، بس أكيد باللحظة اللي بمل فيها كونال منك ومن شغلك ومن روتينك وبيتركك بتبقي بتفهمي وضعي. الحكي سهل كتير صدقوني، بس لما تعيشوا الحالة فعلياً رح تحسوا فيني. أنا بعرف إنك دكتورة وإنك زوجة وست بيت، بس بعيد زواجكن يا حبيبتي، زوجك الغالي كان وحيد. وتذكري هالمحاضرة، لما التاريخ يعيد نفسه ويجي اليوم اللي زوجك بيتركك ويروح. نليش كونال، خلاص كونال، اهدى اهدى. نليش لو سمحت روح. خلاص ايه تكرمي، الحقيقة دائما مرة. آسف شروتي، ما كان قصدي، نحن مضطرين نمشي. ما في داعي تعتذر، خليكن شوي، منيجي غير مرة. يلا مولي. ولي يبقى بخاطركن. شوفي كونال، اللي قاله نيليش ما كان عن عبث. احكي لي الحقيقة، انت عندك نفس المشكلة معي؟ شي في شي مضايقك مني؟ الغالية. يلا شوفي، قربي لعندي ورح تعرفي بعدين. برمي، ايه برمي، امشي لشوف شوي. يلا يلا. شو هالحلا، قربي لهون. لك تعي.
ترجع يفتلي؟ طيب وطي وطي لك خلصيني. وطي كمان لك شبك. شو هاد؟ شو هاد؟ شو هالجسم؟ مقضيتيه أكل؟ شي أكيد. كل اليوم ما عندك شغلة وعملة غير الأكل والشرب فعادي يعني. سمعتيني عم قلن لأهلك رح دللها وما خليها تحتاج شي؟ نانديني أنت ما بتعرفي ليش تجوزتك مو هيك؟ لأنك كتير حلوة وبتجنني. بس إذا صار أي شيء لجمالك يا حلوة ما عاد بخليك تروحي معي لأي مكان. وإذا صرت سمينة وبشعة رح زدتك برات البيت مثل الكلبة. إيه وما في مكان تروحي له لك حتى أهل ما عندك حبيبتي. بس ما رح أشفق عليكي مسكينة. رح ننزل وزني. رح اعتني بحالي أكثر. لوين رايحة؟ كنت رح بدي جهز حالي. بعدين بتجهزي حالي. بس لسه عندك شغلة واحدة ما عملتيها. أنا هلأ خلصت حمام. ايه حلو كتير. ترجعي بتتحممي. اذا تحممتي مرة تاني ما رح ينقص منك شي. يلا تعي. أنا ضايع فيك وبهواك. أنا ميت أكيد إذا بعيش بلاك. صوتي حلو مو هيك؟ بجنن. كتير حلو حبيبي. بصراحة هالمهنة ضيعت لك مواهبك الحقيقية حبيبي الفنان. هذا اللي بدي قلك يا تعرفي؟ أنا ضيعت على حالي كتير فرص يا مولي. عن جد؟ إيه؟ مولي شو رأيك؟ خلينا نوقف بشي مكان حلو وظريف لغني لي غنية رومانسية. عم تمزح حبيبي. هذا المؤتمر أهم من أغانيك. خلصنا حبيبتي لا تكوني مملة. طيب شوفي الجو حلو كتير برا. طب لو ما كان في مؤتمر وما كان مهم لهالدرجة ما كنت أصريت عليه هيك لو سمحت. طيب أوكي أنا موافق. مولي في حدا صار ورانا. يلا هذا معه مفك أو أي سكين. ساعدوا أبني. طالعونا من هون. هذا ابني الوحيد. ساعدني ساعدني بترجاك من شان الله. دير بالك سيارة. حاولي تفكي لفل من جوا. ما عم أقدر. واحد اثنين. فكي حزام الأمان. ساعدوني مولي. أعطيني المقص بسرعة وخليكي جنبي لا تروحي. ما بدي نموت.
لا تخاف. أعطيني إيدك. شوف أمك عم تستناك برا. يلا ابني رهيت. يلا حبيبي يلا رهيت البطل مو هيك؟ ما بعرف شو كان ممكن يصير لو ما انتوا انقذتونا. ما رح انسى لكم معروفكم بحياتي. ما في داعي لهالحكي. نحن دكاترة وهذا واجبنا، بس لازم تروحي على المشفى فورا وتساوي كل الفحوصات اللازمة، والإسعاف لازم يوصل بعد شوي. وهي لزقنا أول جرح وهذا كمان، بس رح حط لك لزقة زيادة، ناقصك لسه واحدة عجبينك. بس ما في جرح عجبيني. ما حدا بيعرف غيرنا بهي الشغلة. اوعك تقول لأي حدا. مفهوم؟ مفهوم. من زمان لما كنت صغير كنت حط لزقة حتى لو ما في جرح مشان يطلع منظري حلو. انت بتساوي هيك كمان؟ ايه. هلأ رفقاتي بالمدرسة رح يقولوا عني كتير قوي لأنه عندي كتير لزقات. ايه هلأ صرت بتعجبني. شكله زوجك بيحب الأولاد الصغار كتير مو هيك؟ لأنه روهيت ما بيحكي مع حدا بسهولة. كونال بيحب الأولاد الصغار كتير، لهيك هو أفضل دكتور أطفال. ها وصل الإسعاف. يلا حاج صار لازم نروح على المشفى هلا. كونال لا تنسى اسمي بعمرك. اسمي هو روهيت كومار. ماشي سيد كومار، بالتوفيق. باي باي روهيت. باي. يعطيك العافية حبيبي. كتير إلك شعبية بين الأولاد. ها شو السحر الغريب اللي عندك؟ أولادنا رح يكونوا محظوظين. مولي انت حامل؟ ما بصدق واخيرا رح يصير عنا ولد. خلاص كوت ماني حامل ولا شيء، انا بس عم احكي عن مستقبلنا. يا ابني تعال هون. استاذ الغداء تبع ضيوف المؤتمر هون. استاذ الساعة واحدة، ليش الأكل لسه مو جاهز؟ آسف أستاذ، عم يجهزوا البوفيه، 10 دقايق بس. بعدين كأنه الكمية قليلة، يمكن ما يكفي مرتي. أكيد عاملين أكلات دجاج. إيه أستاذ، بس 10 دقايق. ما حذرته، نادي المدير تبعك. أستاذ بترجاك. نادي مديرك يلا، أنا ما بحكي مع حدا من الطاقم. أهلين أستاذ. أنا ضيف بهذا المؤتمر وما لقيت الأكل جاهز. إيه أستاذ هلا بيجهز. بصراحة أستاذ كنا عم نجهز زينة حلوة للسلطة مشان حضرتكم، رح تفتح نفسك على الأكل بس تشوفها. خلص ماشي ماشي روح. أنت قاعدي هون، أنا رح دخن سيجارة. لك شو عملت؟ هلأ بيقلعوني من الشغل. أخي
أنا فيني ساعدك بشي؟ لا مدام أنت ارتاحي، هاي شغلتي، تفضلي اعدي. لا لا، أنت رح تساوي كل شي، أنا بس رح ساعدك بكم شغلة. لا تصفن هيك، أنت بس نظف هاي الطاولة منيح، أو فيك تجيب طاولة بدالة. حاضر مدام. को भी दे तू बता, जितने भी चाहे सपने सजा ले, आँखों से ख्वाबों का है اللي رح يكون مفتوح 24 ساعة باليوم، والأحلى في عندي آلات موصي عليها من ألمانيا مو صينية. الشغلة مو بالآلة، الشغلة بالشخص اللي عم يستخدم الآلة سيد تاكور. صح، فاتتني هي، معك حق تماما. ليش في زحمة هنيك؟ عن إذنك تفضل. وين راحت هالمدام الغبية؟ شينتو تعا. ايه استاذ. وين راحت مرتي؟ كانت قاعدة هون. ليك هونيك. وينها؟ بين العالم، العجقة كلها هي بسبب استاذ. بالإذن استاذ. بس ما تكون عاملة شي هالمرة المجنونة. بس لحظة. واو كتير حلوة، كيف قدرتي تعمليها؟ مدام ممكن اتصور معك؟ ايه زينك كتير حلو. مدام انتي عم تاخدي دروب؟ ايه حبينا الزينة اللي عملتيها. يعطيكي العافية مدام، شغلك بياخد العقل. شكرا لك. ايوه المجنونة فرحانة كتير بحالة كمان. واو حبيبتي واو بيجنن. شو هالشغل الحلو؟ دكتور ميثا، هاي ناندين مرتي. مرتك فنانة عظيمة بالتزيين يا أستاذ. لك هذا اللي مجنني فيها، لقوا طبخاتها كمان بشهو. مرات كتير بقترح عليها حبيبتي خدي هالموضوع كمهنة، بس بتقلي لا لا راجديب، المختبر أهم شي. نانديني هذا الدكتور ميثا، طبيب قلبية كتير مشهور، وتطلعي قديش معجب بشغلك. سلمي عليه مرتي الغالية. سلمي عليه. بس أنا لازم روح أغسل إيدي. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.